يواجه رئيس المخابرات الليبية الجديد اللواء حسين محمد خليفة العائب صعوبة في مباشرة مهامه بسبب رفض رئيس الجهاز المقال عماد الطرابلسي التخلي عن منصبه وتسليم المقرات التابعة للمخابرات. وهذا الوضع أدى إلى توتر بين الميليشيات المؤيدة للرجلين في طرابلس. قضية رئيس المخابرات الليبية الجديد تراوح مكانها في ظل رفض الرئيس المقال التخلي عن منصبه وعرقلة ميليشيات عمله. فبعد أكثر من أسبوع على تعيين المجلس الرئاسي، اللواء حسين محمد خليفة العائب رئيسا للمخابرات خلفا لعماد طرابلسي الذي عينه رئيس الحكومة السابق فايز السراج، يجد الرجل صعوبة في مباشرة مهامه. ميليشيات عدة في غرب ليبيا اتهمت العائب بالتبعية لنظام القذافي وبدعم خليفة حفتر، وتقود ضغوطا لإلغاء قرار تعيينه، وهو أمر أدى إلى توتر بين هذه الميليشيات وميليشيا نواصي في طرابلس التي طالبت بإفصاح المجال للعائب. فطرابلسي ومسنودا بالميليشيات المتحالفة معه رفض تسليم مقرات تابعة لجهاز المخابرات، واستند بذلك على مراسلة وجهها ديوان المحاسبة إلى المجلس الرئاسي اتهم فيها العائب بقضايا فساد وعمليات تحايل وغش على الدولة. وفي الإطار نفسه طلب ديوان المحاسبة من المجلس الرئاسي إعادة النظر في تعيين العائب وسحبه حفاظا على المصلحة العامة حسب ما جاء في رسالته. وفي سياق متصل، كشف تقرير أممي قدم إلى مجلس الأمن أن عدد المرتزقة في ليبيا لم ينخفض، إضافة إلى استمرار وجود الإمكانات الأجنبية، فيما تتواصل إقامة التحصينات والمواقع الدفاعية على طول محور سرت الجفرة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. في هذا الصدد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجهات الليبية إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا. قالت قوات عمليات بركان الغضب الليبية التابعة لحكومة الوفاق بأنها رصدت هبوط طائرة شحن عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في قاعدة القرضابية بمدينة سرت. واعتبر بيان لقوات بركان الغضب بأن هبوط طائرة يعارض ويناقض اتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية أكتوبر الماضي، مضيفا أنه تم رصد تحليق طيران مروحي في سماء المدينة. كما أكد البيان أنه تم رصد 67 رحلة طيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من سوريا للقتال في صفوف قوات حفتر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. ينضم إلينا عبر خدمة أسكايب من لندن عبد الله الكبير الباحث في الشأن الليبي. سيد عبد الله، أهلا مرحبا بك. لنتحدث عن هذه المشكلة، قضية رئيس المخابرات الليبية، أين تتجه وما السيناريوهات المقبلة في ظل رفض الأخير أو في ظل رفض رئيس المخابرات السابق التنحي؟ نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين، وأهنئكم بعيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا. في الحقيقة، نعم، في الحقيقة أزمة رئيس المخابرات الليبية هي أول اختبار حقيقي للمجلس الرئاسي. يبدو أن المجلس الرئاسي يصر على تعيين العائب، وهو رجل مخابرات ينتمي للنظام السابق، كان مدير مكتب عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية والمطلوب للجنائية الدولية. وهذا التكليف استفز قوات بركان الغضب التي تصدت لهجوم حفتر، على اعتبار أن في السنوات الأخيرة العائد كان ضمن معسكر حفتر. تحول رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد ذمنفي إلى مدينة سرت اليومين الماضيين والبحث عن مقر هناك يشي بأنه ربما لكي يتخلص من كل الضغوطات التي يمكن أن يتعرض لها في طرابلس، سواء في موضوع تكليف رئيس المخابرات أو في أي تكليفات أخرى، ها هو يتحول إلى مدينة سرت وينشئ فيها مقرا مؤقتا، في رسالة واضحة لكل الأطراف أنه إذا استمرت الضغوطات عليه وعلى المجلس الرئاسي فسيتخذ مدينة سرت مقرا له بعيدا عن هذه الضغوطات. نعم. ولكن دكتور، يعني لماذا يتم اختيار شخصية تتباين المواقف بشأنها؟ الحقيقة هذا السؤال ربما من الصعب الإجابة عليه، لأن المجلس الرئاسي مجتمعا اختار أو توافق على هذه الشخصية، ربما ترضية لمعسكر حفتر ومعسكر النظام السابق، لأن الآن سياسيا ليبيا تتنازعها ثلاثة أطراف، الطرف المحسوب على ثورة فبراير ويمثله الآن بركان الغضب، والطرف المحسوب على خليفة حفتر
وطرف يحسب على النظام السابق. تحاول السلطة الجديدة، المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، التوفيق بين هذه الاتجاهات الثلاثة، ومن ثم تعيين أي شخصية تنتمي للنظام السابق ستقابل باحتجاج من الطرفين الأخيرين، وهكذا بالنسبة للأطراف الأخرى. إذن المعادلة ستكون صعبة بالنسبة للمجلس الرئاسي، وإن كنت أعتقد أن المجلس الرئاسي بناء على التوصية الأخيرة من ديوان المحاسبة، حيث أن السيد العايب متهم في قضية فساد، وأعتقد أنه حتى قد تمت إذانته، ربما يستند على هذه المراسلة من ديوان المحاسبة ويتراجع عن قراره، ولكن تبقى المعضلة في اختيار شخصية تتوافق عليها الاتجاهات السياسية الثلاث في ليبيا الآن. دكتور، خرق وقف إطلاق النار، من يتحمل مسؤوليته الآن يعني، وما الحل ربما أمام المجلس الرئاسي لحل معضلة الميليشيات؟ بالنسبة لوقف إطلاق النار، حتى الآن لا أحد خرق وقف إطلاق النار، لم تتجدد، ولكن كانت هناك معلومات من الداخل الليبي تفيد بأن الميليشيات خرقت مرارا وتكرارا هذا الاتفاق. نعم، يقصدون خرق اتفاق 5+5، بمعنى أن المناورات العسكرية التي تجريها قوات تابعة لحفتر، تحليق بعض الطائرات في سماء مدينة سرت، تحريك قوات أو هبوط طائرة، رصدت طائرة الجمعة الماضية قادمة من قاعدة الحميميم أو من مدينة اللاذقية تقريبا، هبطت في مدينة سرت وهي طائرة شحن توبوليف روسية، هذا يعد خرقا لاتفاق 5+5 الذي ينص على تجميد أي تحركات عسكرية وإبقاء الجبهات هادئة. هذا هو ربما الخرق. أما بالنسبة لإخراج المرتزقة، ففي تقديري أنه بدون جهد دولي قوي وبدون ضغط حقيقي على روسيا وعلى تركيا لكي يتفقا على الخروج في وقت متزامن، في اعتقادي أن هذا لن يتم. الجميع الحقيقة يعول على دور دولي، وخاصة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تبدو معنية أكثر من غيرها بهذا الملف من خلال التصريحات التي تطلقها السفير الأمريكي في ليبيا السيد ريتشارد نورلاند بين الحين والآخر. ربما دعوة ألمانيا إلى عقد مؤتمر برلين 2 الخاص بليبيا في منتصف يونيو القادم يصب في هذا الاتجاه، محاولة أخرى لدفع روسيا وتركيا لسحب مقاتليهم وترك الليبيين وشأنهم لكي يتهيأوا لانتخابات ديسمبر. شكرا جزيلا لك من لندن عبد الله الكبير، الباحث في الشأن الليبي، شكرا لك.